الدكتور محمد حطحوط ضيف برنامج الليوان مع عبد الله الندافر السلام عليكم ورحمه الله حياكم الله في الليوان الليله حكايه في التسويق في الليوان تتضح الحكايه حياكم الله من جديد وباسمكم جميعا ورحب بضيفي الدكتور محمد حطحوط حياك الله يا دكتور اهلا وسهلا فيك اخوي عبد الله سعيدين بوجودك معنا اليوم الله يسعدك من لطفك أسمح لي نكمل القصه اللي كنا نتكلم فيها تحت الهواء قبل تيجي الشاره <تصحيح> احنا كان يعني نتناقش عن اسم حطحوط من وين جاء وكذا بس ما كملنا السالفه <تصحيح> صحيح <تصحيح> خلينا نشرك المشاهدين بقصه اسم حطحوط الله يسعدك وهذه اول مره اذكرها اعلاميا حطحوط هو اسم الوالد الله يطول بعمره الوالد الحين اقترب من التسعين الله يحفظه مس عليه بالخير ومن الناس اللي أثر فيه كثيرا وفي شخصيتي مع سادس ابتدائي قارئ من الطراز الأول داعم العلم والمعرفة قصة الاسم أنه جدتي هيلة الله يغفر لها ويرحمها اللي جدة أم الوالد جاها طفل ثم توفي الثاني توفي الثالث توفي الرابع توفي ثم جاء الخامس له الوالد يعني أربعة قبله توفوا أربعة توفوا كلهم الخامس لما جاء قبل ولاده تقريبا بثلاث ايام يجيها واحد وهي نايمه يقولها ترى بيجيك ولد سميه حطحوط لا تروحين لا يمين ولا يسار الليله الاولى الثانيه الثالثه يتكرر الحلم يتكرر فلما ولدت قالت الجدي ترى جاني ولد بسميه حطحوط حتحط ماله اي احد يعني لا نعرف احد بهالاسم ولو مثلا مكان انتوا اساسا ليش ترجعون؟ اي يعني انتوا انتوا اساسا ليش ترجعون؟ احنا نرجع من جهه الرين يعني ال ايش؟ ال السويدان ال السويدان أيوة اوكي فالعاده الاسماء يكون لها سبب يكون لها شيء يكون لها شيء من هالقبيل فهذا شيء ما صار فمن اللطائف انه جدي من الناس اللي درسوا العلم الشرعي الملك عبد العزيز رحمه الله كان يرسل ناس للقرى والهجر والمدن وكذا انه يعون الناس من الناحيه الشرعيه، فدرس ما يؤمن بالخزعبلات والاشياء يعني هذه، فكان مصر على اسم وهي قالت يا حطحوط يا ما, ما في اي خيار ثاني، فبالفعل رضخ في نهايه المطاف وراح الاسم حطحوط. لما جينا المرحلة الابتدائيه كنت انا واخواني نقول يا اخي معقوله ما في احد بهالاسم؟ يعني معقوله انه ما في السعوديه ولا واحد باسم حطحوط؟ فكنا نبحث تذكر اخي عبد الله دليل الاتصالات الدفتر الكبير الهاتف الاصفر الهاتف الاصفر هذاك اللي هو عباره يمكن المشاهدين اللي ما لحقوا عليه هو عباره عن دليل في جميع ارقام الهاتف الثابت في في السعوديه فكنا نبحث ندور حط حوت بالفعل فجاه يمكن حول 30 اسم حط حوت سوينا حفله وانبسطنا انه اخيرا لقينا يعني شبيه <applause> في منطقه في الخرج راحت السنين وكبرنا وما زال عندي لغز يلازمني من اكثر من 25 سنه انه العوائل هذه اللي شفتها بهالاسم كان اسم العائله النهائي حط وين راحت؟ اختفوا تماما من على وجه الارض يعني ما شفناهم مثلا في تويتر ولا في لقاء ولا في مقابله ولا في اي مكان ولا في مناسبه كانه حرفيا اختفت هالعوائل في منطقه نوعا ما ايضا قريبه من الرياض. انفك اللغز هذا قبل يمكن سنه ونص جاني واحد في تويتر على الخاص وقال لي يا اخي ممكن اسالك سؤال قلت تفضل قال وش هو حوض ذا قلت هذا اسم الوالد بس يعني عفوا ليش تسال اقول له انا قال يا اخي حنا مجموعه من العوائل كان اسمنا الحطحوط وكلنا غيرنا وقتها كان لي مقال ضارب في السوشيال ميديا وصلنا المقال وقريناه مقال جميل بس نقول هذا وش وضعه؟ هذا تبعنا هذا تبعنا مو غير ما غير شو وش وضعك انت؟ يعني. فذكرت له القصه هم اهل الخارج نفسه اي نعم فهذه باختصار قصه حتحط بس طبعا قلت له شكرا انك اول شيء فكيت هاللغز اللي عندي له 25 سنه اقول وين رحتوا؟ والشيء الثاني تسويقيا نعطيكم الف الف عافيه انه اليوم اصبح تحوط اسم اكثر ندره وهذا من الناحيه التسويقيه يعطيها ايضا آه يعني انت أكثر الان آه انت محمد حتحط ال سويداني اخترت حطحوط عمدا لاغراض التسويقية لا والله يعني في البدايه انا اكتب في الاعلام يمكن من ثالث متوسط طيب ففي الاعلام بعض الصحف عندها طريقه انه مسموح لك اسمين فقط اه فانا من حبي لبوي وابغاه يفتخر فيني على طول قلت حتحوط ما في نقاش لم اكن أعلم لاحقا اه انه تسويقيا الاسم المميز يختصر لك اشياء كثير، الناس اذا قروك مثل مقال او تغريده الاسم يعني يرتبط مباشره في ال في الذهن، فكان بدايتها فقط حب وبر في الوالد ثم تحول تسويقيا ايضا وافق الطريق. مسي عليه بالخير والله يحفظه لك امين يعطيك العافيه. ادخل في محاوري. هل التسويق خطير؟ التسويق جميل، تخصص رائع، تخصص فيه شغف فيه ابداع علم فيه روعه وفي خطوره في نفس الوقت يعني اليوم التسويق بعض الناس يتوقع ان التسويق والله ترى مشاهير واعلانات وانتهينا الموضوع اخطر ما يتخيل اللي يعتقد بهذا الى حد خطير يعني خلينا نعطيك قصه انا يعني قصه هذه انا يعني عاشرت احداثها في في رساله الدكتوراه لما كنت في امريكا 2018 19 الموضوع هذا قريب ايضا الروس في امريكا جو وفتحوا صفحه والموضوع هذا فتح فيه تحقيق رسمي في الكونغرس ودخل فيه السي اي اي الاستخبارات الامريكيه والاف بي اي الباحث الامريكي الموضوع اصبح على مستوى البلد تم استجواب رسميا وهذا يعني موجود في اليوتيوب اللي بيرجع له المدير التنفيذي لجوجل ومدير التنفيذي لتويتر ومدير التنفيذي لفيسبوك الثلاثه انها اصبحت يعني موضوع هز المجتمع الامريكي اللي صار وشو جاء روسي او استخبارات روسية بعباره ادق او من خلفها وانشا صفحه في فيسبوك وسماها تكساس أرض الشواء والسلاح والحب اللي يعرف أمريكا تكساس في جنوب أمريكا فيها الاعتزاز بالمسيحيه وفيها تدين جدا عالي وفي اعتزاز بالسلاح حكم الدستور الأمريكي يسمح بهذا الشيء وهذا في مشاكل أيضا في نسب قتل إلى فعندهم اعتزاز بالسلاح هذا جزء من الثقافة خاصة في منطقة الجنوب فانشا هذه الصفحه ودفع لها مبالغ ماليه كليك عن طريق فيسبوك حيث انه يجيها اعجابات وفعلا نالت مئات الالاف من اعجابات الناس والمتابعين لهذه الصفحه حق تكساس. ثم جاء نفس الشخص وانشا صفحه اخرى سماها اتحاد المسلمين في تكساس او شيء من هالقبيل. وايضا استهدف فيها المسلمين هناك وحاول انه يجيه اعجابات وبالفعل جاء العديد من الاعجابات. جاء بعد فترة الصفحة هذه شغالة وعندها ألاف المتابعين وهذه شغالة عندها ألاف المتابعين جاء للصفحة الأولى وقالوا احنا بنسوي مظاهره ضد الجامع الكبير في هيوستن ضد المسلمين ثم جو الروس في الصفحه الاخرى وقال تعالوا المسلمين احنا بنسوي مظاهره مضاده للجماعه ذولي للدفاع عن مسجدنا وبالفعل تمت المظاهره صارت المظاهره مظاهرتين مظاهرتين يعني متقابله وجاء الشرطه وجاء في تخريب وتكسير ومشاكل والى اكتشفوا الامريكان لاحقا ان الموضوع خلفه بالكامل الروس من جهه الصدمه في الموضوع وهذا يمكن الشاهد من القصة كم تتخيل كلف الروس العملية هذه كلها تسويقيا 200 دولار 200 دولار 200 دولار بس 200 دولار بس كل الشغلة هذه كاملة من ناحية تسويقية فاليوم التسويق مش انه اصبح بس والله اعلان مشهير وانتهينا اليوم التسويق قاعد يقدم قنوات متنوعة جدا للوصول لشرائح لا تحلم ان تصل لها على مستوى الارض والتاثير عليها وهذا يجعلنا نكون اكثر حذرا في التعامل مع قنوات التسويقيه التسويق هل يخلق عاداتنا الجديده دون شك دون شك والقصص في هذا لا تنتهي يعني خلينا نعطيك حكايه يعني مثلا احنا في التسويق دائما ما نحب في تقسيم العملاء انه يقول منتج يستهدف كل الناس، يعني مثلا لو انت عندك منتج يستهدف الجانب النسائي كمثال، احنا ما نقول انا مستهدفي والله او عملائي هم النساء، لازم تحدد من فئتك بالضبط، هل هي مثلا بنات الثانوي، الفتاة الجامعية، حديث التخرج، المتزوجة اللي عندها عيال، المطلقة، المعلم، هذه كلها فئات وكل فيها لها احتياجاتها ولها طريقة استهداف ولها تفاصيل مختلفة. ففي أمريكا كمثال عندهم واحدة من الفئات هذه المحلات التجزئه الكبرى يسمونها منجم الذهب منجم الذهب منجم الذهب من شلون ليش منجم الذهب اسمه واضح هي إيه عباره عن منجم ذهبي بمعنى اخرى اذا صدت هذه الفئه في النساء تراك انت طحت على الذهب اي من فئه من تتوقع هذه الفئه ما ادري والله فئه جدا غريبه المراه الحامل <applause> الحوامل الحوامل هذه في امريكا حرفيا يسمونها جولد ماين منجم الذهب ليش منجم الذهب لسبب بسيط وجدوا علميا في التسويق انه الناس لما تتعود على منتج معين من الصعب جدا أنه تغيره. اعطيك مثال، الواحد يتعود على ايفون صعب جدا يروح لسامسونج، تلقى حق السامسونج متعصب جدا له وصعب يغير. ليش؟ لانه بس ترى تعود، يعني في كتاب لطيف اسمه ذا باور اوف هابت، قوة العادات، من الكتب الجميلة جدا. اللي تكلمت على تاثير عادات علينا يعني يقول انه 40% من الاشياء اللي تسويها بشكل يومي هي عادات ايش معنى عادات معناها انك تسويها دون ان تسال نفسك تسوي بشكل اوتوماتيك بشكل تلقائي ما تسال نفسك حتى في هالموضوع فلما تتكون عندك هذه العادات سواء من جوال او مثلا من مشروب معين تعودت عليه ولا حتى نوع المويه اللي تعودت عليه ولا ايا كان تلقى في غالب الاحيان الواحد ما يبغى يغير عاداته وهذا يجعل عند الشركات تحدي كبير انه كيف اغير عاداته هذا خلانا نرجع لعلماء النفس، طيب كيف نغير عادات الانسان؟ وهنا بدا الموضوع يزداد جمالا، وش اللي صار؟ وجدوا انه علميا عشان اغير عاداتك لازم تمر بلحظه تغير في حياتك، يعني مثال واحد تو متوظف، واحد تزوج، واحد مثلا سافر مدينه جديده او حتى دوله جديده، هذه كلها فرص له لو انت كشركه وصلت هذا الشخص في هذه المرحله ممكن تعطيه عادات جديده احسنت ممكن يستخدم منتجاتك وتبقى معه بقيه العمر وش دخل الحوامل طيب نرجع لقصة الحوامل إيه. فالحامل وش اللي تغير عندها هالطفل هذا الجديد لكنه تسويقيا صعب تستهدفه بشكل مباشر يعني لو واحد الحين تجي في مول يمشي مع زوجته صعب تقول له والله ودي اعرف زوجتك اي شهر حامل يعني في كل الثقافات هذا الشيء يعتبر خصوصيه ما لك فيها اي دخل فتضطر الشركات الامريكيه تنتظر تسعه اشهر المراه حتى تولد حتى تولد لما تولد المراه في امريكا في كمية من المنافسة الوصول مرة أخرى لمنجم الذهب بشكل أخوي عبد الله لا تتخيل أنا أعطيك مثال لما جتني بنتي هديل في أمريكا راسلت شركة اسمها بروكتر بي إن جي يمكن ما سمعت فيها واحدة من أشهر وأكبر الشركات في العالم اللي أت يعني أجزم أنه ما يخلو أي بيت من منتجاتها ومع ذلك هي تتعامل يعني منتجاتها جدا معروفة وهي غير معروفة تسويقيا وهي تتعمد تسويقيا ما تكون معروفة يعني مثلا منتج في الشامبو كمثال بانتين تبعهم هيد شولرز تبعهم في الصابون تايد تبعهم اريال آه، تبعهم في الفيكس تبعهم لاكوست تبعهم يعني اليوم بامبرز تبعهم بيبي جوي تبع لو تعد المنتجات اللي عند هذه الشركه احنا كلنا نتبعهم بالضبط في الموظفات في البيت تقريبا كل الموظفات تبع هذه الشركه <applause> ومع ذلك تسويقيا تتعمد في انها ما تكون معروفه لسبب عاد تسويقي يمكن مو بهذا المجال الحديث عنه فرسلت الشركه قلت انا ترى عندي طفله بتجي بعد اربع ايام يعني وصلت شركتين ثانيه منافسين ايضا على بنفس الخبر هذا بعد تقريبا ثلاث ايام وصلني صندوق بهذا الحجم فخم جدا في جميع ما يحتاجه الطفل على الاقل يمكن لي اربع شهور او خمس شهور يعني منتج قيم السوقية نتكلم يمكن على 3000 مجانا ليش مجانا ليه هل تبي الاجر مثلا ما ظنيت ما ظنيت بالضبط ليش طيب <applause> ليش لانها تؤمن وتعرف انه اذا كونت هذه العاده مع هذه الام مع طفلها خاصه اذا كان طفل اول انا كسبت هذا العميل بقيه العمر كامل يعني افضل طريقه للتسويق هي ان تتقاطع مع عادته او تخلق له عاده يا إيه شيء احسن لذلك آه كملت مثلا يمكن سنه ونص وانا ما شرت اي شيء لهذه الطفله كل مع منتجات الشركات التي تجيني مجاني خلينا نتكلم عن المنتجات بس ودي اخلص الحوامل ترى ما خلصناها بقى آه فهذا اللي يصير اذا ولدت الشركات الامريكيه تتقاتل عليها جت شركه امريكيه اسمها تارجت معروفه اليوم موجوده في امريكا ومدرجه في السوق الاسهم الامريكي وقالت تعال يا اخي انا استدفع استدفع ويحامل. ابغى استهدفها استهدفها وهي ابغى اوصل له وهي حامل فراح مدير التسويق اللي حق التقنيه في الشركه قال يا اخي انا ابغى حل لهذه المشكله شوف لي حل فبعد صراع طويل قالوا خلينا نسوي بحث ونحاول نحلل النساء الحوامل اللي جونا في تارجت كيف نحلله؟ تحط بطاقات ولاء اللي هي جمع البيانات هذه كلها ونحاول نتعرف على سلوك المرأة الحامل داخل محلاتنا بالفعل بعد سنة جمعوا معلومات كانت جدا مذهل الفريق وبالمناسبة أخوي عبد الله سلتك هذه اللي انت تاخذها وانت في احد السوبر المنتجات اللي فيها كميات المعلومات اللي ممكن اخذها عنك لا تتخيلها. يعني مثلا اقدر اعرف هل انت متزوج؟ هل انت اعزب؟ هل انت متعلم؟ هل انت مثقف؟ غير مثقف؟ عندك عيال؟ ما عندك عيال؟ دون ان اعرف من خلف هذه كملنا قصه حامل فاللي صار في قصه المراه الحامل جاء وقال له نبغى نسوي بحث سووا البحث بعد سنه كامله دخلوا البنات هذه في كمبيوتر ذكاء اصطناعي يعطيهم رقم واحد الجهاز بشكل رقمي بالكامل نسبه انه ساره حامل يعني يقول بناء على مشتريات ساره اتوقع بنسبه 97% انها حامل، نسبه جدا عاليه. الشيء الثاني يتوقع اي شهر هي فيه الثاني <applause> <applause> الثالث الرابع <applause> ليش لانه بيعطيها منتجات تناسب الشهر اللي بعده وهكذا الشغله الثالثه والاخطر انه بيعرف يتوقع الجهاز بالضبط اي يوم راح تولد فيه ساره فدخلت شركه تارجت على هذه الكعكه لوحدها وضربت مبالغ جدا ضخمه في هذا الموضوع لدرجه انه عن بعدها بده يستهدفون اعلانات للنساء الحوامل ثم الناس انصدمت قالت تعال انت ايش دراك اني انا حامل؟ عندها الشركة سوت حركة فيها يمكن ذكاء من جهة وخبث ربما من جهة أخرى. وصمموا إعلان طبعا محل شركة تارجت ومحلات تارجت هي محل يبيع تقريبا كل شيء، عنده مواد غذائية، أشياء كهربائية، أشياء حتى للسيارات، منوع نوعا ما. فاللي صار أنه جت وحطت إعلان عبارة عن صفحة A4 فيها أربع أقسام، أشياء كهربائية مواد غذائيه ملابس ثم الربع الاخير اشياء للمراه الحامل فالشخص اللي يشوفها او المراه الحامل تتوقع انه اعلان عام بينما هو اعلان خصيصا لهذه الجهه ضربت فيها تسويقيا من القصص اللي انه جاء اب غاضب لمدير تنفيذي في فرع تارجت وقالوا تعال كيف ترسلون منتجات الحمل لبنتي اللي في الثانوي طبعا الجهاز في النهايه قد يصيب قد يخطئ فيقول تعذرت له قلت له اسفين وحقك علينا وراضيت واعطيته قسيمه شراء كتبت عندي في الملاحظات انه بعد اسبوعين اتصل على هذا الاب ليكرر اعتذار شركه تارك ونتاكد انه العميل جدا راضي بالفعل بعد اسبوعين كلمته قلت له ترى كرر الإعتذار على الخطا اللي صار من قبلنا واسفين وحقك علينا فقال الاب وانا كذلك اعتذر لاني اكتشفت ان بنتي حامل اوه وشلون دريو؟ بمعنى اخر عن الجهاز بمعنى اخر انه الشركه درت قبل من؟ قبل, قبل الاب, الأب هذا حامل فضربت شركة تارجت بصراحة في هذا الموضوع ضربة جدا ذكية، لكن خلاصة الكلام اليوم في هذا النقاش انه نكون حريصين على موضوع عاداتنا، قدرة الشركات اليوم على سواء بناء عادات جديدة أو إيقاف عادات جديدة، ودام احنا في رمضان يعني 2000 <applause> من العادات الجديدة <applause> لا أجد تفسير لمنتج يعني اسود انجليزي ليس له علاقه بثقافتنا انه يكون على جزء او على سفرتنا الرمضانيه ليس له تفسير منطقي الا انه التسويق حدثني عن المنتج المثالي من عين التسويق يعني اليوم البعض يظن انه كلمه تسويق هي فقط ترويج بينما لو بسطنا الجواب يعني خلينا نقول يمكن من اقدم نظريات اللي في موضوع التسويق هي نظريه الواحد اسمه في عام 1900 تقريبا 52 وتبناها فيليب كوتلر اللي هو الاب الروحي للتسويق الحديث اليوم وفي كتبه وانتشرت وحتى يمكن بعض الناس نسبها لها اللي هي نظريه الفور بيز او الباءات الاربع تبدا باربع فئات اللي هي برودكت وبرايس بليس بروموشن اللي هي المنتج تسعير هذا المنتج توزيع هذا المنتج واخر شيء الترويج هذا المنتج بمعنى اخر خلينا نقول التسويق يقوم على أربع أركان أساسية، أول شيء منتجك كيف تصنع فيه قيمة مضافة؟ ثم كيف نسعر هذا المنتج؟ ثم كيف نوزع بمعنى آخر العميل وين راح يلقى هذا المنتج؟ ثم آخر شيء وأسهل شيء أساسا اللي هو كيف هنعلن هذا المنتج أو كيف العميل حيدري عن هذا المنتج؟ اه يعني اللي الناس يظنونه هو أضعف العمليات بالضبط هو آخر مم آخر تحدي في الثلاثة الأولى هذه خلينا نحكي عن المنتج فلو جينا على المنتج كمثال خلني مثلا أعطيك يعني حكاية لشخص ايطالي اسمه أسأل هذا الايطالي هرب من اوروبا قبل الحرب العالميه الثانيه وصل الى كوبا. لما وصل الى كوبا وجد الجيش الامريكي متعطش جدا للساعات السويسريه. رجل <applause> يعني له علاقاته فقام يجيب ساعات من سويسرا ويبيعها على الجيش الامريكي بحيث ان الجيش يحرصون ان كل جندي يكون عنده ساعه يعني سويسريه عشان ضبط الوقت في موضوع الهجوم والى اخره. رجال اصبح تاجر من كثر الساعات والبيع ولكن زي ما قال نزار قباني الايام الجميله لا امر لها كالحب والجمال فانتهت الحرب قال <applause> الجيش الامريكي يعطيك العافيه حنا إن انتهت علاقتنا فيك قال يا جماعه انا عندي باقي ستوك آلاف مؤلفه من الساعات <applause> يسوي فيها حاول فيها هو مع كبر السن حاول يصرفها يسار يمين تعب فيها سلم الموضوع لابنه ابنه اسمه سلفادور شخص فتي عنيد يحب يبحث عن التحديات قال لي ولدي انا ترى تعبت موضوع عنده تصرف فيه حاول يبيعها كساد في السوق تماما بدا يبحث في العالم مش من الدول اللي خارج امريكا ممكن تبحث عن السعادة السويسريه وجد انه اليابان سوق متعطش جدا لكن عندهم مشكله توهم طالعين من الحرب العالميه الثانيه ما عندهم فلوس لكن عندهم اللؤلؤ الابيض فقال انا ما عندي مشكله ابى ابيعكم الساعات مقابل اعطوني اللؤلؤ اعطوني اللؤلؤ بالفعل بعد سنوات استحق سلفادور لقب ملك اللؤلؤ في العالم واشتهر انه في العالم هذا يعني اكبر شخص يملك اللؤلؤ في العالم بعد فتره اتصل فيه صديق فرنسي اتصل بسلفادور قال يا اخي دائما كنت ملك اللؤلؤ وبيننا صداقه قديمه انا شريت لي جزيره في جهه نيوزيلندا فيها لؤلؤ اسود في ذيك الفتره اللؤلؤ اسود ما له قيمه حرفيا ما له قيمه في السوق. فحاول تبيع عند في السوق الامريكي إذا كنت قاعد تبيع فيه اللؤلؤ هذا وابد الربح على ما قال 50 50 قال ما عندك مشكله بالفعل جت اول شحنه من الكميات لامريكا وبدا يسوق سلفادور وسوى حملات ترويجيه واعلانات والى اخره ولكن الصدمه بعد اشهر انه لم يستطع بيع لؤلؤه سوداء واحده. اه كررت قصه الساعات بالضبط لكنه زي ما قلنا شخص يعني ما يوقف من اول وهذه من الصفات المهمه في اي شخص يبغى ينجح okay. لا توقف يعني فالشاهد جاء هو اتصل بصديق له في نيويورك في منهاتن في الفيفث افنيو اللي جاء نيويورك فيفث افنيو هو شارع فيه الى يومنا ماركات كبيره وفخمه والى اخره فقال له هذا هذا صاحب المحل في الفيفث افنيو قال له هو صاحب محل مجوهرات واحجار كريمه واشياء غاليه قال تكفى ابغى منك طلب بسيط ابغى تحط في وسط المحل اللؤلؤ الابيض وعندك ياقوت واحجار كريمه غاليه جدا وابغى تحط في النص بترينا فيها اللؤلؤ الاسود بس ابغى سعره مضاعف اه حط سعره مبالغ فيه مبالغ فيه اللؤلؤ الاسود هذه ما له قيمه بس ابغاك تحطها فيها هذا ما احنا على افنيو هذا بس اللي ابغاه منك واتفقوا على مبلغ مالي ياخذونها بعض قال ما عندك مشكله نزل الموضوع بدا يصورها هذا سلفا دو نزل في بعض المجلات اللي في يعني تستهدف رجال الاعمال بدا اول سحب وبدت علامة إن اذا لبست انت او أنت لؤلؤ اسود هذا علامة مش الثراء وبس، الثراء الفاحش آه جدا في نيويورك. ومع الوقت اصبح حرفيا منتج ما له قيمه قبل اشهر الى شيء يعتبر من اغلى الاشياء في العالم. هنا موضوع التسعير، موضوع التسعير مهم. الناس يقولون الغالي سعره فيه. هل هذه المعلومة او هذه القاعدة صحيحة انه الغالي سعره فيه؟ احيانا قد تكون صحيحة. لكن من الشيء اللي قد يزعج بعض الناس أنه قد لا تكون صحيحة والأكثر إزعاجا أن بعض الشركات تعرف تعرف أنه في ناس لما يشوف أشياء على الرف يشوف الأغلى ويشتري في ناس ياخذ يعني يظن انه الاغلى هو الافضل. طبعا والشركات تعرف هذا الشيء لذلك انا اذكر مثلا شركه صابون في السعوديه عندها صابون كان هذا قبل سنوات كان صابون يد ب خلينا نقول ثلاثة ريال. فالاستهداف هذه الفئه من الناس اللي عندها قناعه الغالي سعره فيه نزلت نفس الصابون 7 ريال لكنها غيرت التغليف الخارج له غيرت شكله فقط لكن المنتج تقريبا بشكل كبير متقارب 7 ريال يعني أتكلم على الضعف والزياده وهذا ماشي وهذا ماشي <applause> في اليوم الغالي سعره فيه قد يكون صحيح في بعض المنتجات هل دون <applause> شك في, في شيء يعني تذكر التجربه اللي حكوا عنها حقت الكيكه تذكرها؟ اي نعم الكيكه انا ودي تسولف لي عنها هذه القصه يعني في شيء انا ما هو داخل براسي انه الطعم كيف يتغير قل لي القصه وبعدين اشرح لي اللي, اللي صاير انه هذا يظل لإثبات انه مشكله التسعير ترى اخوي عبد الله او من جمال التسعير وهذا على فكره بعض الناس سواء الاشخاص الافراد العاديين او حتى رجال الاعمال على فكره ما يعطون اهميته مع انه واحد من اهم المواضيع في التسويق ومن اكثر المواضيع ربحيه يعني اسرع طريق للربحيه هو انك تلعب في ملف التسعير فاللي صار انه سووا موجود على اليوتيوب سووا تجربه اجتماعيه جابوا عجينه واحده الكيكه وفصلوها قسمين وحطوها في فرن واحد واحده خلوها دائريه والثانيه خلوها مربعة نفس الكيك حرفيا نفس الفرن طلعوه وحطوه على طاوله في مكان عام وحطوا على هذه السعر ب 10 دولار وهذه عليها سعر ب 55 دولار 10 و55 اي 10 دولار نفس الكيكه يعني اكثر من خمسه اضعاف بالضبط وهذه ب 55 دولار وسالوا الناس سؤال جدا بسيط ذق هذه وذق هذه عطنا رايك فالناس ذاقوا أم عشرة قالوا يا أخي أحس إنها ناشفة مو حلوة فيها مشكلة لكن الناس أجمعت أجمعت عن اللي بخمسة وخمسين يا أخي تذوب ذوبان ذو في الفم يا أخي جميلة يا اخي أم هذه امنيتي في البيرث داي حقي لكن هذه ما ابغى اشوفك يا حمال دي تجيبها لي طيب شلون شلون يعني الانسان تغير طعم الطعم ما له دخل في في القصة اوكي انا اشتري شيء مثلا صابونه داخلي اقول يمكنها إيه احسن لذلك اغلى لكن انا الحين قاعد اذوق كيف الطعم صار مختلف علميا اخوي عبد الله وجدوا في التسويق انه الذوق هو جزء كبير من الانطباع النهائي ليس لكن لكن مو بوحده من الاشياء اللي تؤثر في موضوع الذوق كمثال موضوع السعر موضوع ايضا الناس اللي انت حولهم يعني مثال لو انت عندك تسعه من الزملاء كنت العاشر وذاقوا مثلا هذا الكوب وكلهم قالوا انه واو جميل رائع وانت العاش وذقته ما كان جميل في غالب الاحيان بدون انه جميل فموضوع تسكت <applause> ال... او تسكت فموضوع الذوق له عوامل <applause> اخرى تؤثر فيه واحد من اهمها بعد اللسان هو السعر <ميق> السعر يعطي انطباع جدا عالي في شيء في شيء انه والله التسعير برستيجي يعني <applause> انه خليني اعطيك مثال ثاني انا هذا واحد حكى يعني رجل اعمال شخصيا حكى قال انا لقيت لي فساتين اطفال من تاجر صيني جودتها رقم واحد افضل حتى اللي من السوق طلع لي الواحد ب ريال السوق يبيعها تقريبا 250 ل 300 ريال يقول انا يا اخي قلت ليش الطمع هذا؟ ابى ابيعها 150 ربحي 110 يعني, يعني ضعفين وزياده يقول ما حد شرى مني شيء تدخل الام تناظر الاسعار تطلع تروح المحل جنبي اللي اقل جوده مني تشتري منه فيسالني وش المشكله؟ كل مشكله واضحه ارفع السعر لان العميل يعتقد الجوده هنا سيئه فموضوع السعر احيانا انزال يعني احنا من اول دائما نلوم التاجر احنا لازم نلوم الناس <applause> لا احسنت هو هو الوعي الاثنين انه سواء انت كرجل اعمال او حتى كفرد ليس بالضروره وهذه يقودنا التسعير البلاستيجي التسعير البلاستيجي هو احد استراتيجيات التسعير اليوم احنا عندنا في التسعير ممكن والله اسعر هذا المنتج كمثال او هالكنبة بالكوست باس برايسنج او التسعير التكلفه زائد هامش الربح، خلينا نقول كلفتني والله المواد هذه كلها 1000 ابيعها ب 1200، 1000 تكلفتي 200 ربحي هذا اسلوب ممكن ابيعها حسب السوق السوق يبيع 3000 يبيعها 3000 هذا اسلوب في اسلوب مختلف اسمه التسعير البرستيجي برستيج برايسنج وموجود وفي شركات تطبق هذا النوع من التسعير وش فكرته؟ هذا قلناه بالسوق الاول بعناها ب 1200 صح؟ بالسوق كم بعناها ب 3000 بالتسعير البرستيجي 2 مليون 2 مليون او يعني مبلغ خرافي مختلف تمام ما لها اي علاقه بالتكلفه له <applause> علاقه بالشخص اللي يريد ان ياخذ القطعه الغاليه احسنت آه وهنا جانب اخلاقي يجب ان ننتبه له سواء كجهه كشركات او حتى كافراد انه مع الاسف بعض الشركات خاصه الشركات تستهدف المنتجات النسائيه في موضوع الشنط وغيرها تستخدم حرفيا هذا الاسلوب لانه احيانا بعض الناس قد يكون عنده يعني عدم التصالح الذاتي قد يكون غير راضي مثلا عن شكله أو لونه أو شيء في حياته أو أيا كان فيحاول أن يكمل هذا الشيء الشركات أحسن هذا النقص والشركات مع الأسف بعضها تدعم هذا الشيء أنه يكمل بالأشياء الماديات بينما نفترض أنك لا تكمل أن تقول يا أخي أنا لا مو هذا النقص يفترض أنه أكمله بصدقات بقراءة بتثقيف باعتزاز داخلي بقراءه بثقافه ايا كان. العروض المغريه أنت يعني العروض المغريه والتخفيضات اكشف لي اسرارها التسويقيه انا دائما اقول القاعده طلابي وطالباتي في الجامعه شيء انت ما تحتاجه لا تشتريه مهما كان مغريا ونرجع لموضوع تغيير عادات الناس احيانا بعض العروض تكون جدا مغريه يعني الواحد يقول يا اخي صعب ارفضها يعني اعطيك مثال لو اليوم انت نقول تستخدم صابون للبيت اكس تشتريه كمثال ب 30 ريال ال 3 كيلو كمثال جيت اليوم لقيت ال 6 كيلو ب 30 ريال ابى اخذ 6 كيلو طبعا اغلب الناس اغلب الناس حيخذ 6 كيلو انا لو في هالموضوع دون شك اخذته ب 3 كيلو ب 3 كيلو ب 3 كيلو, كيلو ليش؟ لان الشركات احيانا تعطيك عروض جدا مغري في هذا الموضوع مثل هذا العرض هو عرض فعلا مغري لكن الهدف انه انت قد تكون ربحت على المدى القريب خذت ابو ثلاثة كيلو مره مرتين ثلاث لكن الهدف البعيد للشركه انها تغير عاداتك من انه كان يكفيك الثلاثة كيلو الى ستة كيلو خليني اعطيك مثال اكثر وضوحا صار لاحد الاقارب كان عنده باقه في السعوديه هنا خلينا نقول باقه نت باقة نت، باقة جوال يعني مكالمات وجوال، ايه يدفع عليها تقريبا حوالي 200 ريال شهريا، فيها 5 جيجا فيها مكالمات، ومبسوط عليها ورايق وماشي سنوات فيها <applause> مكفيته مكفيته ومبسوط، عنده في البيت نت هذه بس في المناطق اللي يعني برا البيت وكذا يقول دقوا علي الجماعه قال يا اخي احنا عندنا لك عرض جميل وش رايك نعطيك نت مفتوح ومكالمات مفتوحه بنفس السعر 200 ريال تقبل ما تقبل يا عبد الله طبعا أقبل طبعا تقبل صح ولا لا اه بالضبط رجال قبل العرض وانبسط ست شهور نت مفتوح ومكالمات مفتوحه لكن زي ما قال نزار قباني انتهت الايام الحلوه دقوا على الجماعه قالوا خلص آه شهور خلصت الست شهور الان عندك واحد من اثنين يا انك تاخذ نفس الباقه هذه اللي نت مفتوحه وكانت مفتوحه ب 400 او ترجع الباقة القديمه ب 200 ب 200 المشكله دق علي يقول دكتور محمد انا نشبت <applause> تعود انا آه <applause> تعودت انا من اول خمسه جيجا <applause> اكل الطعم ما تاخذ مني خمس ايام فش اسوي؟ قلت شوف يا عزيزي انت عندك واحد من اثنين يا انك تاكل الطعم وهذا مع الاسف غالب الناس <تصفيق> <تصفيق> وتاخذ باقه 400 او يبيك ثلاث شهور تتعود وتتعب لين تعود لباقتك القديمه، لذلك في الست شهور الاولى من ربحان هو دون شك، لكن الست سنوات الجايه او ست سنوات مشغلين هم شغالين انهم يعني يغيرون عادتك احسنت، لذلك وان كنت انت كسبت في الست شهور الاولى نرجع لموضوع الصابون، لكن تذكر انه في شخص ربحان على المدى البعيد. طيب الحين ندخل احنا دائما يعني حقات البقالات والسوبر ماركت الكبيره بالذات تلقى يحطون لك عروض يعني ينزل لك اثنين جبه مع بعض مكرونه مع يعني تعرف العروض هذه <applause> ايش المفروض اسوي هذا هذا العرض اكشف لي سر من اسراره يعني خلنا نقول لك احيانا حتى اذا نكون منصفين احيانا يكون الجهه عندها مثلا ستوك موجود وزايد ففعلا تكون في عروض حقيقيه يبغون يصلون هذا المنتج احيانا حتى يبيعون بسعر التكلفه واحيانا اقل من التكلفه فهذه فرصة إذا أنت جيت ولقيت أنت تحتاج هذا المنتج هذه فرصة لك لكن كون تشتري منتج فقط لأنه عرض وأنت ما تحتاجه فهذا السؤال يعني أدعى للمشاهد لكن خلال واحدة من القصص اللي صارت ووقفت عليها سو ماركت في الرياض عنده هيل ربع كيلو ما نباع يقول بلشنا فيه الرف كله مش له يقول فجينا هو قيمته 21 ريال الهيل الهيل, الهيل, الهيل فجينا وحطينا فيه علبتين مع الكلام هذا قبل سنوات، حطينا معه علبتين قشطه واحده ب 3 ريال يعني 6 و 21 27 27 يقول بعناها ب 29 ريال، حطنا السعر ب 29 ريال، خلص في اول ثلاث ساعات اوه طيب ايش اللي صار؟ اللي صار ان سلوك الناس سلوك الناس مجرد شافوا القشطه مم او مجرد ما شافوا الربطه هذه الحاله يبدا يرتبط ارتباط ذهني انه والله هذا المنتج عليه عرض ابغى افوت هذا العرض ثم طيب نفذ المنتج بكل طيب إيه؟ تقسيم السوق او العميل بالذات كيف 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 اتعامل معه تقسيم السوق من, من العناوين الهامه جدا في ملف التسويق ومن المواضيع اللي غالب الناس اللي جديد على التسويق ما يفهمها من من المواضيع اللي حتى طلابي في الجامعه وطالبات احيانا يلكون معه في البدايات، لانه مثلا يقول والله منتجي انا كافي استهدف كل الناس. بينما لا مو هو صحيح. انت قد لو تلاحظ في عملائك ستكتشف انه والله تجيك فيها محدده مثلا من عملاء. خليني اعطيك مثال قصه صارت لي في امريكا وكانت صادمه جدا لنا بصراحه. في موضوع تقسيم السوق. في منتج غازي اسمه دكتور بابر. يمكن مو معروف السوق السعودي كثير بس انه موجود في امريكا هو منتج غازي يعني خلينا نقول سوق المنتجات الغازيه فيه اللاعب الاول كوكولا ثم بعده بيبسي ثم بعده دكتور بابر واللي ايضا كولا استحوذت عليه استحوذت عليه لاحقا فجت موجة الأشياء الصحية والأكل الصحي وكذا إلى آخره فاضطر كوكولا أنه ينزل كولا دايت ونجح نجاح جدا بعد في أمريكا والعالم بعدها ثم نزل بيبسي بيبسي دايت جاء دكتور بابر قال دكتور بابر دايت فلما نزل الاعلان حقه كان اعلان صادم من المجتمع الامريكي وش كان الاعلان يقول كان في نهايه الاعلان يقول اتس نوت فور وومن هذا المنتج ليس للنساء للرجال فقط, فقط طيب فسبب يعني سبب لغط كبير في المجتمع بين الرجال وبين النساء <applause> يعني مش هذه عنصريه ولا شو اللي صاير الصدمه اخوي عبد الله هل تتوقع النساء في امريكا شروه ولا ما شروه ما اعرف والله قد يكون انه والله من باب انه الممنوع مرغوب، لكن اللي صار فعلا النساء في امريكا ما شروا احنا المنتج مو لنا، للرجال. بس بعباره اخرى انت فوتت على نص نفسك نص السوق راح احسنت، نص السوق راح. الصادف الموضوع انه نجح نجاح باهر جدا. اكثر من كولا ودايت هذا المنتج آه تحديدا، ليش؟ لما سووا هذا التسويق وجدوا وقتها اتكلم انه في الثقافه الامريكيه منتج الدايت كان في الثقافة الأمريكية أنه هذه منتجات للنساء أساسا وجدوا أنه في فئة في الرجال تبغى المنتجات هذه وتبغى تشربها حتى في الأماكن العامة لكن الانطباع أنه هذا منتج نسائي زي اليوم عندك في السعودية تلقى بعض المنتجات مثلا مرتبطة بفئات الحمضيات معينة الحمضيات الدربوية تشتري حمضيات بس تقول ما وهذا موجود ما في كل دول العالم أنه حاليا بعض المنتجات ترتبط بصورة ذهنية معينة فوجدوا انه في فئه في الرجال تبغى المنتجات الذات بس تستحي فقال خلينا نستهدف هذه الفئه من الرجال الغير مخدومه مم. ونستهدفها يعني هل هل المفروض انه انت تبحث عن زبائن لمنتجك ولا تبحث عن منتجات جديده لزبائنك؟ يعني هكذا وهكذا يعني كلاهما وارد حسب الاستراتيجيه اللي انت تتبعها وحسب الخطه اللي انت تبغى توصل لها وحسب الهدف اللي انت تبغى تحقق في نهايه المطاف التسويق كما يقولون ممكن تتعلمه بيوم لكن تحتاج عمر حتى, <applause> حتى تتقنه الحديث معك ممتع ساستكمل هذا الحديث وهذا الحوار مع شاشه الليوان استاذنك انه نذهب الى فاصل قصير وبعدها الى شاشه الليوان لا تذهبوا بعيدا حياكم الله في شاشه اليوان. اجدد الترحيب بضيفي الدكتور محمد حطحوط. دكتور شاشتنا مليانه فحنا بناخذها على السريع. <applause> طيب. <applause> خلينا نشوف المقطع الاول معك. انا بروح من وحي المقطع الى شركه ابل تحديد يعني شركه ابل تمارس اشكال تسويقيه متعدده وانا احضر لقيت لك مقال تقول ان ابل تلعب علينا كل سنه هذا عنوان تسويقي عادي لا فعلا يعني هل كل سنه ابل تخدعنا تسويقيا كل سنه هو اللي صار انه قريت مقال في مجلة اسمها uh, HBR هارفارد بزنس ريفيو وهي مجلة محترمة طلع جامعة هارفارد كلية إدارة الأعمال تكلمت عن استراتيجية أبل في التسويق م. وهي تستخدم شيء نسميه التسويق بالندرة scarcity ماركتينج التسويق بالندرة بالندرة, بالندرة. وش م. ذكرته هذا فكرته بكل بساطة إنه هو مبدأ في علم النفس خلينا نطلع الحين علم التسويق علم النفس بالمناسبة هو علم النفس هو من أقرب التخصصات لعلم التسويق وأنا أقرأ فيه كثيرا ودائما أقول لطلاب والطالبات يجب أن تفهم كثيرا علم النفس لأنك في نهاية تتعامل مع عميل يجب أن تفهم هذا الشخص هذه نظرية في علم النفس مفروغ منها تتكلم على بكل بساطة أنه الإنسان بطبعه الشيء المتوفر في كل محل ما يعطي أهميته بس الشيء كل ما قل أو ندر او حس انه قل او ندر او سيقل او سيندر ترتفع قيمته احسنت شغف داخله يقتني هذا الشيء حتى لو ما يحتاجه حتى لو ما يحتاج حتى لو ما يحتاج هذا في علم النفس جو العلماء في التسويق قالوا كيف ممكن نستخدم من هذا الاسلوب او هذه النظريه في علم التسويق كيف نعطي الانطباع للعميل انه هذا المنتج رأي الحق ما تلحق عليه لو تلاحظ اليوم سويها ابل كل عام يتكرر نفس السيناريو ابل كمثال تتعمد هذه الطوابير الطوابير هذه مش عادة هذه يعني مش صدفه هي الطوابير المتحدة. هي صدفه لكن ابل تتعمد وجود هذه الطوابير جزء من استراتيجيتها انها تعطي انطباع للناس انه هذا المنتج الحق ما تلحق الحين لو دخلت معهم قلت ابغى اشتري خمسه ايفون يقول لا لك منتج واحد فقط أنا متوفر خمسه متوفر ألف لو تبي لو تبي مليون ما عنده مشكله ابل يعني اذكر مثلا ايام سويت في ماده المحاسبه قالت الدكتوره كلفتنا كلنا انه سو تحليل محاسب اللي هو كم نسبه الدين الشركه الى راس مالها في العاده يكون 40% بعضها 60% الدين للشركه 90% فلما حسبت ارقام انا طلعت معي غلط طلع معي صفر ديون الشركه فرحت للدكتوره قلت ابل ابل قلت الدكتوره انا حسبتي فيها غلط قامت تضحك قالت يا محمد ابل عندها كاش اقوى من من البنك الكاش اللي تقول دكتوره الكاش اللي عند ابل اكثر من الكاش اللي عند بيت الابيض شيء مهول يعني بمعنى اخر ابل تستطيع انه تصنع ايفون لكل واحد على وجه الارض ببلاش ما عندها مشكله لكنها تتعمد انها تصنع هذا النوع التسويق من بالندره التسويق بالندره لذلك حتى في توزيعها حول العالم تتعمد هي ايضا كذلك انه الموزعين حول العالم يكون فيه هذه الثقافه الطوابير ايلون ماسك من الناس يتاثر ايضا بابل ويتعمد موضوع التسويق بالندره احسنت دون شك يعني مثلا سياره التراك اللي طلعت الشاحنه طلعت طلعوها قبل يمكن اظن سنه ثلاث سنوات قدام مباعه آه لهذا السبب ولهذا المبدا النفسي اللي يثبت كل يوم انه مؤثر جدا في علم التسويق. الان في احيانا يسوون شيء يسمى ليمتد اديشن يعني القطع المحدوده والاشياء هذه، هذا يجوز من التسويق هذا احد اجزاء العمل بالتسويق المدروس، ولكن اليوم لو ترى اليوم توسع الموضوع هذا، يعني كمثال اليوم لما تحجز فندق كمثال، لو تلاحظ مثلا يعطيك اخر غرفه ولا اخر مقعد في الرحله ولا هذا ايضا احد اشكال التسويق الحق ما تلحق الحق ما تلحق يعني يبغى يعطيك هذا الانطباع او والله 30 شخص الان في هذا الفندق يبغون يحجزونه يبغى يعطيك انه الحق ما تلحق بل هل صحيح انه ستيف جوبز انه لما طرح الايفون آه 2007 طرحه بدون دراسات تسويقيه ممكن وش تقصد دراسات تسويقيه يعني بحوث تسويق انه ما سوى بحوث انه هو كذا حطه من راسه وحطه بهذا الشكل ولا لا اللي قاعد يصير هو مدروس لا اللي صار يعني باختصار م. ستيف جاز من الناس اللي حتى انا شخصيا اثروا علي في موضوع التركيز حقيقه يعني وهو سوى معجزه في علم اداره الاعمال لسبب بسيط انه اخذ شركه عام 1998 لشركة شركه ابل كان بينه وبين ان تعلن افلاسها ثلاث شهور خلاص الشركه خلاص بتعلن افلاسها في غضون عشر سنوات اصبحت الشركه رقم واحد في العالم كقيمه سوقيه. انت اغلى شركه في العالم في عشر سنوات. اللي سواه هذا الرجل يعتبر يعني شيء شيء غريب وعجيب يعني. ولها قصه مش هذا يمكن وقت الحديث لكن اللي يهمني فيها بس اخوي عبد الله انه في نهايه لما نزل الايفون كمثال 2007 2008 وضرب ثم بعد نزل ايباد 2010 آه مجله هارفارد بزنس ريفيو هذه نفسها عندها كل شهر يناير بدايه السنه تنزل التوب 10 تن سي اوز في في امريكا والعالم الاكثر اداء او الافضل اداء 2008 كان ستيف جوبز 9 10 11 توفي ستيف جوبز 12 هو في قبره ما زال هو افضل رئيس الافضل, الأفضل آه لذلك جت هارف بزنس ريفيو الووتر ايزكسن اللي هو الشخص اللي كتب سيره ستيف جوبز وقال له وقالوا له يا جماعه انت الشخص الوحيد اللي فتح لك ستيف جوبز قلب طبعا ووتر ايزكسن هو صحفي امريكي كاتب مرموق عنده سياسه واضحه في الكتاب اكتب سيرتك بس ترى ما فيها اي دخل يعني اكتبها انا بالشكل اللي ابغاه سجلس مع اصدقائك سجلس مع اعدائك جلس مع طريقاته جلس مع موظفين طردهم جلس مع على أعدائه بيل جيتس وغيره حتى كتب هذه السيرة بدون أي تدخل من آه طيب ستيف في ابل دائما بس ودي اكمل تكفى كرم القصه فلما توفي ستيف جوبز وقت 2011 قالت هارفارد لووتر ايزكسن انت الشخص الوحيد اللي درست هذا الرجل عطنا كذا مقاله او شيء تلخصنا يعني سيرة هذا الشخص أو شو ممكن نستفيد من هذا الشخص لرجال الأعمال أو حتى الناس اللي في الجامعة فكتب آيزكس المقالة تكتب ماء الذهب قال هناك خمس أسباب تقف خلف النجاح المذهل لشخصية ستيف جوبز اللي همنا منها في نقاش اليوم صراحة الصفة الأولى اللي هي his ability to focus قدرته على التركيز كشخص وقدرته أنه يخلي منظم معاه كلها تركز وهذا طيب كان اهم اهم الاهداف او اهم الاشياء اللي ممكن تستفيده من شخصيه هذا الرجل من هذا المنطلق موضوع التركيز يعني نحن ضحايا لمعارك شد الانتباه كل الناس تحاول انه تسرق هذا الانتباه منك هل معارك شد الانتباه هي جزء من اللعبه التسويقيه اليوم في في الاقتصاد في شيء يسميه الاتنشن ايكونومي، اقتصاد الانتباه او اقتصاد شد الانتباه. في دراسات تقول ان الشخص الطبيعي يمر يوميا ب 3000 اعلان في الماضي. 3000 اعلان؟ ثلاث اعلان 3000 اعلان، اليوم انا شخصيا قرات دراسه تقول الرقم هذا وصل الى 7000 اعلان في اليوم الواحد. شلون تتحرس رقم مهول جدا، طبعا يدخل فيها الكم الهائل من الاعلانات اللي انت ماشي في الطريق السريع من المحلات هذه كلها تعتبر اعلانات، الاعلانات اللي في جوالك، نوتيفيكيشن، كم الاعلانات المهول اللي يمر فيه الشخص الواحد. لكن النقطة مو هنا، النقطة انه اليوم الشركات تتنافس والتطبيقات خاصة السوشيال ميديا على انه تشد انتباهك أطول وقت ممكن، ليش؟ لانه عند المستثمرين عشان يقيمك انت كشركه كواتساب ولا كسناب ولا كانستغرام ولا اي تطبيق من وسائل التواصل الاجتماعي عنده معايير، واحده من اهم المعايير اول شيء كم عندك مستخدم؟ اثنين كم عندك مستخدم فاعل؟ ثلاثه المستخدم الفاعل هذا كم يجلس عندك يوميا في التطبيق؟ ولهذا النوتيفيكيشن او الاشعارات الهدف الاساسي منها انه مجرد ان طلعت تحاول هي انك ترجعك احسنت ترجفك لهذا من الاشياء اللي مثلا سويتها اني طفيت جميع الاشعارات في جوالي انت الحين ما عندك ولا اشعار في جوالك كلها طافية يعني يجيك واتساب ما ادري ايش ما ما يجيك اشعار تمام ليه وانصح بهذه التجربه ليه يعني خلينا نعطيك مثال احد رجال الاعمال كنا مدعوين في اثراء في ارامكو قبل فتره فجاء طاري النقاش هذا فقلت له انا ترى مطفي الاشعارات ومريح راسي جربها انت نقاش زي كذا وانتهى النقاش ورجعنا من الشرق الى الرياض بعد اسبوع دق علي يعني قال دكتور محمد ان الوالده تدعي لك <applause> في ليش؟ <applause> ليش؟ عسى ما يقول قالت لي يا ولدي لهو يعني اول مره تجلس معي جلسه حلوه ما تناظر جوالك فيها فجوده حتى الجلسه مع الشخص ايش اللي يخليني؟ ايش اللي يخليني انا ارفع جوالي واقعد اشوف ارفع أحسن جوالي واقعد اشوف هي مبنيه موضوع الاشعارات على شيء علمي ونفسي مع كل اسف انه لما يجيك اشعار الان في جوالك يجيك رغبه في الدماغ لافراز هرمون الدوبامين وهو هرمون يعني يفرز عادة مع المتعة الإكثار من إفراز هذا الهرمون قد لا يكون بالضرورة صحي لك فأنت يجيك الرغبة تحرك تحكي يديك أنك تبغى تشوف وش اللي صار في هذا النوتيفيكيشن فكل ما الادمان يعني احسنت فكل ما حاولت تقفل هذه التنبيهات على الاقل التطبيقات السوشيال ميديا والاشياء هذه كل ما عشت بصراحه شيء من الراحه قبل اطلع من ابل دائما التسعيرات حقتهم فيها 99 كثير او 999 ولا أو 9 هو هذا من الاسئله دائما تتكرر انه ليش في التسويق ادخل مثلا معها سوق ماركت اليوم في الرياض تلقى 99 ولا مثلا 199 وش سر الرقم 99 هذا في البدايه له قصه تخيل ما لها اي دخل بالتسويق كان في بدايه الموضوع موضوع 99 كان هدفه امني محاسبي ما له اي دخل بالتسويق ليش؟ الاول كان هذا 1920 و30 في امريكا وغيرها ما كان في كاميرات تراقب يعني ممكن تقول منتج قيمته 100 اخذ 100 واحطه مخباتي <applause> واضح فاللي صار انه قالوا خلي المنتج قيمته 99 عشان يضطر يفتح الكاشير تسجل العمليه محاسبيه ويرجع لك ريال لكن مع الوقت اللي صار انه الناس بدات تربط بين انه اذا في 99 معناه انه في عرض فمع الوقت اصبح علميا مره اخرى سلوك الناس تغير واصبح الرقم 99 اذا شفته هذه علامه انه فيه ايش؟ في عرض الحق ما تلحق يعني ولهذا عشان تعرف انه تسعه رقم يعتبر سحري اليوم شركه ابل كل منتجاتها يوم الواحد لو دخل الان في جوال على على موقع شركه ابل يشتري سلك ولا ايفون ولا لابتوب ولا اي منتج كل منتجاتهم دون استثناء نهايتها رقم تسعه. آه. لهذا السبب فالرقم تسعه يبيع بعباره اخرى يعني. <applause> خلينا نشوف المقطع الثاني اللي نحاول احنا نخلي الناس كيف تبيع انفسها. خلينا <applause> موهبة من الله كن متواضعا والشهرة من الناس كن ممتنا والغرور من نفسك كن حذرا كيف تخلي الشخص اللي انت تتابعه بالسوشيال ميديا يقرا رسالتك خليك اكبر معجبيك وخليك اول متابعيك اهم نصيحه ممكن اعطيك اياها اليوم مساكم فلالي في موضوع راح نتكلم فيه اليوم كيف تصير مشهور في السناب وكيف تزيد عدد المتابعين حقك اذا انت ودك ضبط صفحتك في الانستغرام ويكون عندك متابعين ويكون عندك تفاعل وناس تكتب لك وناس تنشر لك تابع معي هالفيديو خطوه بخطوه سؤال مقلق للكثيرين له اهميه وبحث متداول كبير كيف اسوق ذاتي اليوم التسويق الشخصي او تسويق الذات اصبح اليوم علم قائم داخل مدرسه التسويق يتشكل ويكبر يمكن في اخر عشرين سنه نعم بيرسونال اقدر اقول باختصار انه يتكون من جزئين اساسيه كثير من الناس يغفل الجانب الاول وهو اهم بكثير من الجانب الثاني وش الركنين هذه اول شيء بناء المنتج له ذاتك لازم تبني وش عندك من عوامل القوه ممكن نتكلم بهذا الموضوع بشكل سريع ثم الجزء الثاني كيف تسوق هذا المنتج فمثلا في هذا الملف يعني لازم اصير انا منتج اسوا بالضبط واذا صرت اسوا في اللحظه الثانيه كيف اروجها الترويج سهل جدا بالنسبه لنا لكن التحدي كيف تبني منتج كويس والله الناس يقولون لا احنا زينين بس ما في احد يفهمنا <applause> لو التحدي يعني انا بدون ذكر اسماء في ناس كثر بس الناس مش تنسى وصلوا القمه ثم اختفوا بعد سنتين ثلاث سنوات لانه منتجه كان فيه اشكاليه في هذا الموضوع ويظن انه كان كويس بس بعد ما وصل بعد سنه سنه احترق ما في جديد ف من الاشياء اللي دائما نتكلم فيها في دوره مثلا تسويق الذات عندك اركان اساسيه لازم لازم تتوفر يعني مثلا موضوع التركيز واحده من اهم الاشياء اللي شخص اللي يبغى يكون له اثر في مجتمعه ان يركز برايك نحن كائنات مشتته؟ في مجتمعاتنا العربيه عندنا تشتت جدا عالي، يعني لو قلت لي من اهم الاشياء اللي الواحد يتعلمها من الغرب صراحه هو موضوع التركيز، يعني تقابل ناس عندهم تركيز عالي بشكل لا يصدق بصراحه. يعني خليني اعطيك مثال. ريتشارد برانسون الشخص هذا اللي طلع قبل فتره بالفلك مع جيف بيزوس، رجل ثري جدا في مؤتمر امريكي ضخم جدا ومن عادات المؤتمرات الامريكيه الكبرى يجيبون ضيف شرف، في ذيك السنه قالوا نبغى نجيب ريتشارد برانسون ايقونه عالميه في موضوع رياده الاعمال. فالسوري رسالة قالوا نبغى تجينا 50 دقيقه بمقابل 100 الف دولار تكلم على حول 400000 الف الا شوي رفض المكتب حقه مباشره رفعوا العرض ل 250 الف دولار ايضا رفض بسرعه رفعوا العرض الى 500 الف دولار يعني مليونين الا زائد طائره خاصه تقله ذهابا وايابا رفض أوه. المكتب حتى ما وصلوا على الحين باك <applause> فالجماعه مصرين قال يا عزيزي يا رسالة سال قال شوف السيد فرانسن يستطيع أن يكتب المبلغ اللي هو يبغاه احنا ما عندنا مشكله بس تعال خلص علينا فردوا عليهم قالوا المكتب قالوا برانسون برانسن واضع لنا ثلاثة اهداف استراتيجيه شغال عليها الفتره هذه ثلاث اهداف لا يسمح لنا كفريق ان نضع في جدوله اي مهمه لا تساهم مساهمه فاعله في تحقيق واحد من الاهداف الثلاثه لهذا نكرر الاعتذار معناته رسالتك ركز واحده من اهم الاشياء انك تركز بس ايضا ركز على التركيز احسنت بس التحدي ترى انه ما يعلمونا كيف نركز طيب <applause> شلون نركز؟ وارن بافيت شخصية مشهورة هذه معروفة عنده منهجيه اسمها منهجيه وارن بافيت للتركيز ثلاث خطوات ومن الناس يتاثر فيها ترى ستيف جوبز ويعلمها ايضا لموظفينه في الشركه ثلاث خطوات جدا سهله او الاولى هي يعني يمكن جدا سهله اول شيء يقول اجمع اولوياتك وش عندك مشاريع في الحياه جمعها كلها في ورقه وقلم خطوه جدا سهله ترى الخطوة الثانية رتب هذه الأولويات من واحد إلى عشرة كمثال أو على حسب كم عدد هذه الأولويات طبعا كيف ترتبها أنه تشوف والله أنت وش كل حيات وش هذه الأهداف هل تحققها أو لا الثمانية أو العشرة أو أيا كان في المنطقة العربية يعلمونا بس خطوتين هذه اجمع ورتب اجمع ورتب بس ما حد قال الخطوة الثالثة وهي, وهي الأهم وهي التي بدونها الثلاثة ما لها قيمة وش وهي انك لو جمعت العشرة الأولى هذه خذ الثلاثة الأولى فقط وقل لا للسبع آه اللي تحت آه ولاي مشروع مستقبلي يشدك على هاي الثلاثة الأولى اجمع رتب, رتب احذف وركز احذف وتعلم كلمة لا، يجب ان تكون كلمة لا من الكلمات اللي على لسانك، انا شخصيا كمثال أول ما تعلمت الشغلة كانت صعبة ترك عليك. يعني كنت تقول لا المشروع فيه فلوس يمكن أو مشروع بس إنه مو مو في مجالك كان تحدي لا، بس انك كان عندك إيمان عميق وتركيزك على التسويق كمثال او على مجالك ايا كان مجالك او تخصصك وفي نهايه المطاف ترى سيعود بعائد اكبر بكثير مما تتخيل مم انك اذا ركزت ابدعت يعني سبع سبع صنايع والبخت ضايع هذا, هذا مثال صحيح صحيح جدا فكل ما ركز كان جدا مهم موضوع التعلم المستمر ان يكون عندك شيء مبدا في 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 هذا الملف اسمه ذا كومباوند افكت او التاثير التراكمي وش يعني هذا المفه المب المبدا انه يكون عندك خلينا نقول والله واحد يبغى يتعلم شغله معين او فن معين خصص لك عشر دقائق في اليوم او ربع ساعه اقل اكثر لتعلم هذا الفن م. تاثير هذه الاشياء الصغيره جدا على مدى بعيد شيء لا يو لا يوصف فمثلا انا عندي ساعه يوميا مقدسه للقراءه في التسويق من عشرات السنوات او من خلينا نقول 13 سنه تقريبا هذه الساعه بالنسبه لي محمد هي زي النفس لا يمكن تخلى عن، لاني اعرف انه مجرد تخليت عنها انت بديت في لازم تطور نفسك على طول احسنت هذا الجوع المعرفي لازم يكون عندك جوع معرفي ولا تغتر انه انت اصبحت دكتور وصلت ولا ايا كان عندك موضوع مثلا اداره المهام اداره الضغوط كذلك يعني وان كانت هي خارج التسويق نوعا ما لكن جزء اساسي يعني في دورات تسويق الذات في امريكا هذه جزء اساسي لك قبل ما تطلع ليش؟ لان بكرة اذا اشتهرت ترى ترى بيجيك ضغوط ومشاكل لازم يكون عندك مناعه مسبقه يعني المرحله دلوقتي. الاهم هي مرحله بناء ذاتك قبل بناء قبل تسويق منتجك. ذاتك احسنت بناء وش منتجك؟ وش تخصصك؟ وش مجالك؟ وكلمه السر هي في التركيز على الاولويات وجمعها والى اخره انا متاكد انه اي شخص يركز في مجال معين سينفع الله به، الدكتور صالح الانصاري كمثال عاش اللي معروف في المشي، أحسن. ثلثي عمره ما يعرف أحد فلما ركز في المشي وقال لا لأي شيء آخر عرفناه كلنا وحبيناه معناته أنا علامة تجارية تمشي على الأرض دون شك كيف أوصلها للناس؟ أو كيف أسوق نفسي يعني؟ في مفاهيم يعني كثيرة في هذا الموضوع في أفكار كثيرة أبرز لكن شيء خلينا نقول أهمها أول شيء يعني أن تعرف هذه القاعدة التسويقية لو فهمتها تراك فهمت شيء كبير في التسويق الشخصي وهو؟ وهي قاعده البوزيشنينج او التموضع وش تعني تعني بكل بساطه انه شوف ترى اي كلمه اي رساله من اليوم طالع تقولها سواء في الواتس او في تويتر او سناب او حتى في جلساتك الخاصه في العمل وغيره هي تصنع براندك الشخصي او علامتك الشخصيه مثال اذا انت والله في جروبات العمل كمثال نزل دائم امشي على الكوره وما الكوره والى اخره طبيعي في نهايه المطاف الناس بيصنفونك عندك فقط شخص طاعي كوره كوره لا تتفاجئ بهذا الموضوع انت من يصنع علامتك التجاريه انت من يهدمها انت من يفعل فيها الافاعيل هو خيارك انت هل من مع تابع كوره لا بس وش ممكن اسوي هذه تعلمته من غازي الصيب الله يرحمه يقول افصل الدوائر كيف افصل الدوائر كيف افصل الدوائر, الدوائر يقول شوف انت ترى في العاده عندك ثلاث دوائر في حياتك الدائره الاولى دائره اهلك اخوانك خواتك يا عمك يا خالك والى اخره الدائرة الثانية دائرة أصدقائك ربعك زملاء الجامعة كل ما له علاقة بهذه الدائرة الدائرة الثالثة دائرة زملاء العمل دوام ما دوام إلى يقول من الخطأ أنك تخلط الدوائر بمعنى ما ينفع ولد خالتك معكم الاستراحة اللي فيها عيال العم وفيها أصدقائك وفيها مديرك في العمل غلط ليش غلط يقول عشان إذا صارت مشكلة في واحدة من الدوائر ما تنتقل للدوائر الأخرى لما يجيك مشكلة في الدوام تطلع من الدائرة هذه الدوائر الثانية ما تدري تدخل عالم مختلف تماما عن العوالم الاخرى. طيب في ناس يقول لك كيف اسوق المحتوى؟ انا والله عندي محتوى زين بس ماني قادر اوصله للناس، ماني قادر اسوق هذا المحتوى. هو في موضوع التسويق الشخصي احنا دائما نستلهم من من قصه يوسف عليه السلام لما قال قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. التسويق الشخصي بكل بساطه يعني انك تبحث عن مكامن القوه اللي عندك الحفيظ والعليم اللي أنت عندك في مجالك وتحاول أنك تنفع بها وطنك وأهلك ونفسك وناسك هذا بكل بساطة يمكن اختصار منه في التسويق فإذا بنيت منتجك كيف ممكن تسوق هذا المنتج أنت في النهاية مش سلعة أقدر أعلن لك والله في سناب شات ولا أحطك كمثال في إعلانات الشوارع أنت شخص طريقة إعلان لك مختلفة فواحدة من أفضل أنواع للتسويق الشخصي هي التسويق بالمحتوى او الكونتنت ماركتنج وش نقصد بكلمه الكونتنت او تسويق المحتوى انه انت تسوق لنفسك من خلال تقديم محتوى في وسائل التواصل الاجتماعي او وسائل التواصل الاجتماعي اللي انت تناسبك تثري فيها الناس لكن بشكل غير مباشر ترسل رساله انه هذا الشخص ايش ترى هذا انا متخصص هذا مجالي وتبدا بالدائره الاولى حقتك يجب انه ترى جميع من حولك من اقارب من اخوان من اصدقاء يعرفون انك انت مجالك هذا هذه هذه ميزتك النسبيه اللي انت قاعد شغال عليها بالضبط وترى مع الوقت الدوائر تكبر لا تحقر ال 200 300 شخص اللي حولك ترى هذول بيدوك دوائر اخرى بكره مثلا واحد من اقارب قال في جلسه وقال ترى فلان في القانون جيبوه فلما تكبر مع الوقت هذه الدوائر لا تستعجل مراحل لكن ثقتها بالثقه من انك ركزت سوقت المحتوى وانطلقت انه سياتي اليوم ان شاء الله اللي يكون لك فيه اثر. في العشر سنوات الاخيره ارتفع سؤال من الاسئله المتوسطه صرف من اسئله الاولويه والاسئله الاكثر تردادا في دواخل الناس. الا أيه وهو كيف اصبح مشهورا؟ وهذا سؤال قد نحتاج احنا نناقشه. هل هذا الخيار لك جيد؟ هل ما يكون خيار؟ هذا قرارك في نهايه المطاف. وموضوع المشاهير وجودهم ترى مهم وانتشار المشهور اسهل لانه يقدم محتوى في العاده يكون محتوى ترفيهي او محتوى غير جاد واحنا نعرف في الاعلام انه دائما المحتوى غير الجاد يجد رواج اعلى وعلى فكره الترفيه او المحتوى غير الجاد هو جزء ضروري للانسان لكن الاشكاليه دائما تكون في انه لما احنا نستهلك كميات عاليه من هذا المحتوى هنا تجي انه تختل العمليه، لذلك احنا دائما نحرص على صناعه كمثال المؤثرين اللي هو قد لا يكون عنده ملايين لكن عنده خمسين ألف ألف أقل أكثر بس أنه معروف في مجال معين مركز هو مرجع في هذا المجال والأهم أنه مؤثر في هذا المجال يعني, في يعني مثال أمريكا, أمريكا يحركها ترى في المية هم العقول اللي فعلا تدير هذه هذا البلد فالمؤثرين وإن كان أعدادهم قلة هذا شيء طبيعي جدا لكنه إذا تكلم في موضوع أو في, 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 في تخصصه فإنه يسمع من جهة وتؤخذ يعني رأيه في الحسبان ويكون مؤثر سواء في المجتمع الصغير أو المجتمع الكبير، يعني انت كانك استبدلت السؤال من كيف اصبح مشهورا الى كيف اصبح مؤثرا؟ مؤثرا احسد، وان كانت الاساليب او الطرق كلها تؤدي الى مكة. طيب خليني اشوف مقطع من المقاطع ينقلنا الى جزء من هذا الحديث ممتس. اللي احنا فيه. مفروشات الخلاط خصم 50% المئة تعرف اكثر؟ ارفع الشاشه على فوق، يلا ارفع ارفع. مفروشات الخلاط خصم 50% يرحم امك على فوق ارفعها اجعل امك في الجنه على فوق على فوق. على فوق. لحظة قبل تسوي سكيب مفروشات الخلاط عندهم خصم 500% تبي <تبنت> تعرف أكثر إيش <سيح> فوق <هيه> طبعاً من من الأشياء اللي منتشرة الآن موضوع تسويق الإعلانات عن طريق المشاهير، أنا صح؟ باخذ لك إياها في مستويين مستوى المشهور ومستوى المتلقي، خلينا نبدأ في مستوى المشهور جاك مشهور وقال لك يا دكتور أنا كيف اسوق الاعلانات حقتي بطريقه افضل كيف ت... ايش تنصحني اولا احنا عندنا كذا قوائم داخليه في التسويق انه نصنف المشاهير الكلام المشاهير المعروفين جدا الى صنفين هذا صنف بياع وهذا غير بياع اليوم حتى تاثير المشاهير اختلف تماما عن 2016 17 و15 ايش اللي اختلف اختلف تاثيرهم يعني ضعف تاثيرهم كنت انا متوقع وقت هذا الكلام انه شيء طبيعي انه اي قناه تسويقيه يكثر الضغط عليها تضعف تاثيرها مع الوقت لكن ما زال ايضا حضور وتواجد فنصيحتي للشخص المشهور انه اولا اذا وصلت القمه لا تنسى انت كيف وصلت بمعنى اخر لما يتحول حساب الى منصه مجموعه من الاعلانات هذا احد اهم الاسباب اللي خلت اليوم في مشاهير اختفوا من من الوجود بسبب انه حسابه وحسابها تحول الى منصه اعلانات. اختفى المحتوى اللي هو اساسا اشهرك بدايه المطاف يعني افضل طريقه لتسويق الاعلان انك تحافظ على المحتوى. تحافظ على المحتوى وتحافظ على عميلك الاساسي. مم تحترم عميلك تكون صادق مع عملائك اذا هذا اعلان بلغ الناس انه اعلان بالعكس الابحاث تقول هارفرد عندها دراسه في الموضوع وغيرها والواقع يقول انه كل ما كان المشهور صادق مع عملاؤه مع متابعينه كل ما كان ثقتهم فيه أعلى وتأثيره هو في نهاية المطاف أعلى طيب تفضل هذا على مستوى المشهور إحنا نروح للمستوى المتلقي مستوى المتلقي يقول لك أنا كيف ما أخدع بإعلانات المشاهير وإني ممكن اللي تفضلت فيه قبل شوي أنه كيف ما ينتقل لي عادة سيئة ولا منتج سيء من حيث من حيث اشعر او لا اشعر عن طريق المشهور، كيف احمي نفسي؟ اول شيء من الاستهلاك السلبي اول شيء يكون حذرا في من تتابع احنا عندنا مقوله يقول قل لي من تصاحب اقول لك من انت انا اشوف هذه المقوله انتهت اليوم قل لي من تتابع اقول لك من انت م. انا ما اقول لك والله خل كل متابعينك جادين لكن خل على الاقل نصفهم ناس يقدمون محتوى جيد وثري حتى تسوي شيء من التواصل انا اعرف ناس جربوا هذا الكلام في دورات قدمتها يقولون شكرا دكتور كانت فعلا نقطه تحول انه فعلا قل المحتوى عندي السلبي واصبحت يعني اكثر وعي حتى في في تفاصيل اخرى فمن الغرض انك فجاه تلغي ناس وما يكون عندك بديل فكل ما وجدت بديل كل ما وجدت هذا التوازن فهالتوازن هذا سيثريك ويخليك تسمع مواضيع من ناس يثرونك وان كانوا متابعينهم قليلين لكن يخليك تفتح مخك في أشياء مثل المبدا ومبادئ اخرى ومن اهمها انك ما تكون زي الاسفنجه اي فكره تجيك من اي شخص تتقبلها تطبقها مباشره ولا نرجع او نرجع اللي في بدايه الحلقه شيء لا تحتاجه لا تشتريه شيء لا تحتاجه لا تشتريه خلينا نشوف معك هذا المقطع مد السلك مد السلك غير كلي صاير بيركبوا لي انترنت لأ. بلا اسنان بلا وجع راس احصل على برود بان في البيت فقط ب 85 ريال شهري. تفضل هذا الموسم. وترى سرعته 512 بس اهم شيء تحطه عند الشباك عشان يلقط لك اشاره كويسه شفت الإشارة؟ اشاره لسه والحين 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 والحين, والحين، لسه والحين والحين لسه والحين 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 شكلهم توافقوا راحتك مضمونة فقط مع أفاق دي أسأل أفضل إنترنت في المملكة عملاؤنا الكرام قام إخواننا مشكورين بالكشف عن جهاز سيء تقليد لجهاز برود يحمل شعار مشابه لشعار موبايلي نرجو التأكد من وجود شعار موبايلي الحقيقي للتمتع بأسهل وأسرع انترنت احذروا التقليد موبايلي عالم من اختياري جاهزة تفاجأت بالحقيقة مالك إلا أفاق دي أسأل شامل اسرع انترنت بالمملكه يا حبيبي يا حبيبي مبروك ايش بتسميه؟ نواف ليفو ذكرتني ابطلب له انترنت انترنت للمولود على ما يوصل للجامعه يكون جال الدور مع برود باند في البيت احصل على الانترنت فورا من موبايلي الله يعينهم جميع المأمير مشغولين <applause> طبعا هذه حرب اعلانات كانت بين اس تي سي وموبايلي قبل يمكن 12 13 سنه صحيح هنا سؤالي انه حرب الاعلانات بين الشركات الكبيره شفناها بين كوكا كولا وبين بيبسي بين اس سي بين موبايل كثير تصير بين شركات متنافسه حدثني عن هذه الحرب وعن الاعلانات هو اللي يصير انه كمستهلكين احنا ننبسط لهذه الاعلانات اول شيء ممتعه وفيها هواش يعني فكمادة تسويقية تمتع الناس لذلك تلقيها يكون جدا عالي وأحيانا تنزل الأسعار فتعطيك منافسة أيضا جيدة وإن كان لها في بعض الأحيان أثار سيب سلبية عليك أنت كمستهلك على المدى البعيد بمعنى آخر لما تكون في منافسة شرسة جدا ويضطر أحد الأطراف ينزل الأسعار حتى يمكن أقل من التكلفة ويخرج أحد المنافسين في نهاية المطاف قد ترتفع الأسعار وهذا صار في قطاعات مختلفة فهي سلاح ذو حدين يعني لذلك اليوم الدولة كمثال الله يحفظها تدخلوا وهي الاتصالات تحديدا في مثلا وقالها البارح مع الوزير انه احيانا قد قد يدخلون ما تنزل اسعار عن التكلفة لان هذا معناته انه ممكن تطلع انت منافسين من السوق فهي شيء يعني ايجابي من جهة وقد يكون سلبي من جهة, جهة خليني خليني انطلق لك او اروح لك المنطقة الثانية احيانا شوف قبل فترة صارت في حملة حملة قوية مرة على واحد أنواع الشاي وكانت حملة فيها في هاشتاجات في تويتر لمدة أيام. هل الشاي استفاد أو تضرر تسويقياً من الحملة السلبية اللي كانت عليه؟ هو لما تكون أنت ترند هاشتاغ والناس زعلانة عليك هو دون شك يعني أمر متعب جداً لأي لأي منظمة. دون معرفه التفاصيل وش اللي صار معاهم تحديدا لكن من تجارب في جهات اخرى هو متعب دون شكل فريق للبناء اللي انت بنيته لفترات طويله لهذا جزء من ابحاث التسويق دائما هي معرفه قيم المجتمع معرفه عادات المجتمع لا تستفز المجتمع في اي في اي شيء ومثل هذه الحملات يكون لها لها اثار يعني أحد الشركات الكبرى غير هذه الشركه اللي تعرضت لمقاطعه فتره من فترات انا شخصيا قال لي احد العاملين فيها انه تاثرت مبيعاتنا بشكل يعني هزت الشركه فمثل هذه الاشياء الناس لما تغضب احيانا قد تدمر ما بنيته لسنوات فكن حذرا هذا السؤال بعضهم يقول لك لا تراها هذه الحمله اختمت وتراها انتشر اكثر وزادت مبيعاته هل فعلا ممكن الحملات السيئه تزيد المبيعات؟ لا اظن تحديدا في هذه الحمله لا اظن إيش الفرق بين الدعايه والاعلان هذه من اكثر الاشياء من اللي فيها يعني خطا او لغط مجتمعي ناس مثلا لما نشوف شيء في التلفزيون هذه دعايات هذه لا تسمى ابدا دعايات هذه اعلانات اي شيء تشوفه في التلفاز اعلان وليس دعايه الفرق بسيط شو الفرق بين الدعايه والاعلان في كذا فرق بس اهم فرق بينها انه الاعلان تعرف انت من الجهه اللي خلفه يعني كمثال قبل شوي احنا نعرف انه موبايلي دفعت او سي دفعت القناه عشان تطلع هذا الاعلان كمثال بينما الدعايه هو شيء ما تعرف من خلفه يعني مثلا في قصه الشاي اللي قبل شوي قد يكون في جهات دعمت رده الفعل هذه لكن من هي ما تعرف اه يعني ممكن في الهاشتاجات دي تصير في دعايه ما ضد او مع اسمها دعايه أيوة أحسنت, مش أحسنت احسنت الدعايه في العاده صعب تعرف من خلفه يعني اعطيك مثال الغالب تصير مضاده ولا لا اي العاده تكون هي دعايه يعني هي ايه؟ هي عمل جهد تسويقي لكنه ما يعرف من خلفه يعني اعطيك مثال صار قبل سنوات قديم شوي اللي هو انتشر انه كذا ورقه وزعت حتى في المساجد وغيرها لا محمد لا مكه في شعار كوكولا ايه تذكرها قديمه يعني ايه هذه انا ما سبب انها تكون منافسه يعني طلع هذه اه ممكن دعايه دي مش احسنت هذه اه دعايه لان ما نعرف من خلفها فهذا النوع من الاشياء هي الدعايه اللي حالا تكون تنتشر المجتمع سواء سلبا او ايجابا في الغالب يكون سلبا وصعب انك تعرف قد تتوقع من خلفها بس من الصعب انك تعرف من خلفها بالضبط. ايش رايك بهذا الراي؟ التسويق في اصله عمليه لا اخلاقيه قائمه على الغش والخداع والغرر. انت كدكتور تسويق ايش رايك بهذا الكلام؟ اعوذ بالله. التسويق هو طبعا مهنه شريفه زي اي مهنه اخرى مثل الطب، مثل القانون، مثل الحاسب، مثل اي مهنه اخرى سلاح قوي جدا خاصه في السنوات الاخيره مع التسويق الالكتروني زادت قوته واثره على الناس اشبه بالسياره. تقدر تروح فيها للحرم وتصلي وتقدر تستخدمها لاهداف قد تكون سلبيه، فهو سلاح وتخصص موجود ويدرس وله اثار كبيره وله اثار عظيمه في نفع الناس وايصال منتجات للناس ويقناع الناس باشياء جيده واستخدم كمثال في اقناع الناس مثلا في مدى تاثير مثلا كورونا والعلاجات عليها ورد مره اخرى الدعايات السلبيه ضد مثلا لقاحات كورونا وغيره. فهو علم يعني نافع مثل اي علم اخر وهذه من الاشياء المغلوطه دون شك يعني مثل موضوع المحاماه. لما فترة من كان ممنوع في السعودية وكان لي مقال يعني شوي ينتقد هذه الرؤية وكنت مؤمن تماما انه ستتغير هذه النظرة وبفعل قبل يمكن أربعة أشهر تم السماح للمحامي انه يمارس مهنة التسويق انها مهنة شريفة زي أي مهنة أخرى هي في النهاية كان فكر يعني قد يكون فترة فترات ثم تغير في العالم كله يعني أمريكا غيرت 1970 فرنسا 92 إيطاليا آخر دولة غيرت وسمحت بالتسويق للمحامين 2004 تقريبا يعني ايش ابرز الحيل التسويقيه؟ <applause> والله فيه فيه اليوم شيء مزعج ومقلق اسمه التسويق الشبكي او الهرمي التسويق الشبكي او الهرمي لو سمعت فيه اخوي عبد الله والشيء الجميل الحمد لله في السعوديه انه اولا محرم شرعا صدر فيه فتوى ممنوع نظاما خطير جدا صراحه يعني كميه المتاثرين منه في السعوديه كانت في فتره من فترات يعني مرتفعه ثم جت حملات من الدوله من الداخليه والتجاره وغيرها للحد من هذه الظاهره. صف لي التسويق الشبكي او الهرمي كتبت فيهم مقال سميتهم داعش التسويق, داعش التسويق. داعش التسويق؟ خطيرين جدا صراحه انهم يستخدمون يعني نفس التقنيات حق داعش، كيف؟ اول شيء الضحيه ياخذونها يعزونها على المجتمع. يعني يجونك انت يقول تعال انت وش لك في الوظيفه والعبوديه والكلام هذا كله؟ انت انسان عظيم يا عبد الله. انت افضل انسان على وجه الارض، يا اخي تعال عندنا منتج اشتري منه انت كميات ثم حاول تقنع ناس من اهلك واقربائك واي عمليات يبيعونها ويشترونها سيكون لك نسبه. بعد سنه واحده فقط ان جبت 10 بس سهل تجيب 10 وتقنع 10 صح؟ ال10 هذا لو اقنعوا 10 هذا كم؟ 100 100 تقريبا كل ال100 هذول انت بعد سنه تتمشى في في شواطئ المالديف تكي على لابتوبك ورايق ويجيك النسب نظريا تبدو العمليه مغريه لكن واقعيا هم يعملون بشكل خفي يحاولون يسرقونك قد ما يقدرون ما يعطونك اساسا اي شيء يمشون بالالقاب بفلان فلان ابو فلان الى اخره هواتف تغير بشكل سريع يعملون في الخفاء شيء عصابات بشكل جدا منظم ومتاثرين من الناس يعني تحويشه العمر راحت في بعض التسويق الهربي والشبكي فلنكن حذرين منهم خليني اروح لك الى منطقه اخرى مختلفه وتخص ايضا التسويق لنفجر <applause> العنف رفقا لنفجر 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 الضلال حقا لنفجر لنفجر الكره عشقا لنفجر لنفجر التعصب نرقى طبعا الآن المخدرات هذا يمكن <تصفيق> <تصفيق> من أشهر الإعلانات القديمة اللي يتذكرها الناس واحنا نتكلم عن الاعلان الاخير ايضا صار لغط عليه من اعلان زين لانه كلمه المفجر صح ولا لا؟ سؤالي لك بكل وضوح ما هي الطريقه المثلى في ظل الفشل الكبير في تسويق القيم لتسويق القيم؟ يعني ما هي افضل طريقه لنسوق القيم والافكار؟ اظن اول شيء نحتاجه هو الوعي المجتمعي بأهمية تسويق قيمنا ومبادئنا الصور لتسويقها جدا كثيرة الدول اليوم يعني كمثال كوريا الجنوبية تنفق 1% من دخلها السنوي على موضوع تسويق الثقافة الكورية الكي بوب لما طلعت ما طلعت عبثا طلعت ترى بعد صرف 20 سنة دون توقف لتسويق الثقافة الكورية من خلال المسلسلات الكورية من خلال الأغاني الكورية من خلال نشر كل هذه التفاصيل ليش أنها لها أثر وقوة ناعمة على الناس إحنا في السعودية اليوم مجتمع عظيم مجتمع عنده قيم عنده عادات عنده نخوة عنده فزعة إلى الآن نحتاج إعلام ونحتاج مصادر وجهات تخرج لنا هذا الجمال في قوالب جميله، قوالب الواحد كلام يشوفها عام كلام عام كلام عام، هذا من لا المخدرات ونسمعه. أي ايش كيف اعطني وصفه انه انا كيف اسوق القيم بشكل افضل؟ أي العمليه أخي عبد الله عمليه استراتيجيه يعني تسويق القيم، تسويق الحكومي، تسويق حتى الدول. هذه الشيء ترى عمليه ما يقوم بها جهه واحده او او منظمه واحده، هذه منظمه يعني قضيه تحتاج تكاتف وتكتلات لاخراج هذا الموضوع، لذلك مثلا في في موضوع كوريا او حتى المانيا كمثال او تركيا في فتره من فترات مع الاسف يعني زادت السياح بفضل انه كانت في مسلسلات تبث في قنوات احيانا السعوديه لمثل الموضوع. فالتحدي ان كيف تسوي هذا التكتلات الحكوميه وغير الحكوميه لاخراج مثل هذا الجمال، اليوم السعوديه مع رشاقه الحكومه اظن انها خلطه جميله جدا لاخراج هذا الجمال كيف انا ما ادري وانا خارج الصندوق يجب انه ندخل داخل مع بعض ونشوف ما هي الخطوه طيب أنت لكن أنت المنتج النهائي قد يكون على شكل مقاله قد يكون على شكل فيديو تغريده مسلسل قصيده في صور كثيره لموضوع ممتاز التسويق أنت, انت تجرني الى الحديث الى موضوع الدول المدن التسويق الحكومي خلينا ناخذها واحده واحده انت قبل شوي تتكلم على انه كوريا تنفق 1% لتسويق كوريا المملكة يعني لو سالتك اغلبيه السعوديين يقولون لك احنا افضل بكثير من صورتنا برا دون شك كيف ننجح في تسويق السعوديه خارجيا؟ الجميل انه رؤيه بين محمد بن سلمان 2030 عندها موضوع هذا الموضوع تحديدا وتحسين صوره السعوديه من الاشياء الاساسيه ليش؟ هذا الموضوع بعض الناس يتوقع انه موضوع ترفي، موضوع انه الناس مش وش إذا حسناه وش الهدف؟ الموضوع له ترى سبب اقتصادي بحت، موضوع فلوس، كيف يعني؟ انا اعطيك مثال اخوي عبد الله. لو اليوم عندي منتجين هذا ب 50 و 50 ريال، هذا منتج صيني وهذا منتج ياباني، ايش تاخذ؟ ياباني ياباني، غالب الناس حياخذ الياباني دون شك، حتى لو كنت تضاعف سعره مرتين ثلاث حياخذ الياباني، ليش؟ لانه في شيء اسمه ذا كونتري The افكت تاثير الدوله المصنعه اليوم وجدوا انه اسمك كنت مثلا في السعوديه او صنع في اليابان او صنع في المانيا له اثر له قيمه سوقيه الناس ممكن تدفع ثلاثه اضعاف فقط لهذا الاسم ولهذا تحسينك لهذا الاسم المحافظه عليه تجويده زيادته هي تزيد من قيمتك السوقيه يعني السعوديه علامه تجاريه أحسنت. صورتها قيمه في التحسين هذه العلامه تزيد بيرفع من قيمة, من قيمة حتى منتجاتك اليوم كمثال ان ساوث افريقيا صنع في جنوب افريقيا جت الدوله في جنوب افريقيا قالت انا ابغى اعرف كم قيمته السوقيه يعني هذا العمل معروف في القطاع الخاص انه تعرف كم قيمة السوقيه او كم صنع في جنوب افريقيا إيه. بس كجهه حكوميه كانوا أشياء جديده سووها قبل يمكن حوالي 12 سنه فوجدوا تقريباً بحسبه علميه انه هذا الـ 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 الكلمه هذه تسوى تقريبا قيمتها السوقيه حول 75 مليون دولار 75 مليون دولار مليون مليار, مليار دولار عفوا مليار دولار فهذه لها اثر في اليوم الدول تشوف اسمها وتحاول تزيد من هذه القيمة السوقية من خلال زي ما قلنا المنتج ذو القيمة المضافة تسعير مناسب توزيع يصل العميل وترويج لإيصال هذا الناس لكن أنت منتج جميل وما حد يدري عنك أو يتوقعون أنه حتى سيء وأنت أفضل بكثير من الواقع هنا تحتاج ترويج يغير قناعة الناس تسويق المدن كيف ممكن أسوق المدن كيف أسوق الرياض اليوم تسويق الدول نيشن او تسويق المدن هو يمكن من اعقد الملفات في التسويق. ليش؟ اعطيك مثال، اليوم كجهه حكوميه بتسوق انت وزاره واحده اللي يمكن يعرف هذا المجال، موضوع معقد ان وزاره فيها كميه اتخاذ قرار مختلفه جدا فيتاخر الموضوع. وايضا في بعض الشركات الكبرى نفس البيروقراطيه وين كانت بشكل اسرع. تسويق مدينه من الشركاء في الموضوع تخيل؟ جهات الحكوميه كلها القطاع الخاص الجهات الخيريه المواطن حرفيا كل شيء ممكن تتخيله هو شريك في هذه العمليه فالموضوع جدا معقد لكنه في اليوم ممارسات في في امريكا في بريطانيا في المانيا روسيا روسيا يعني بيعطينا وظائف جديده مدير تسويق الرياض مثلا دون شك اليوم مثلا انا في مؤتمر التسويق الامريكي في لاس فيغاس كان كنت قابلته مدير التسويق لمدينه نيويورك فهذا الشيء موجود ومتاح ويجب ان يكون في كل مدنة كل مدينه لها شخص يتولى هذا الملف وترتيبه مع الجهات ذات العلاقه موضوع الجهات الحكوميه يعني شو الجهات الحكوميه الحين تصرف الصراحه وتشتغل على موضوع التسويق بس انه النتائج اقل من الطموح سؤالي ببساطه شديده وش الشيء اللي ناقص هذه الجهات المفروض تسويه وش الشيء اللي قاعد تسويه الحين ترى غلط المفروض ما تسويه بهذه الطريقه احنا نتكلم بشكل عام وتخبر لكل جهه يعني وضعها الخاص واليوم في قصص نجاح مره جميله في ملف التسويق وتقريبا بحب يعني بحسب خبرتي البسيطه تقريبا كل الجهات الحكوميه اليوم عندها اقسام تسويق بدءا من وزاره الصحه، الداخليه، التعليم، الاستثمار، الطاقه وانت وانت ماشي. لكن واحده من الاشياء اللي اتمنى بصراحه ينتبهون لها في المستقبل انه التسويق من التحديات اللي فيه او من طبيعه هذا العلم انه يحتاج لسرعه اتخاذ القرار. انه احيانا شيء متغير او شغله تبغى ترد عليها بشكل سريع او حمله تبغى تطلقها فكل ما سهلنا من عمليه اتخاذ القرار او مثلا ربطناها بالمسؤول الاول كل ما سرع من عمل التسويق وسهل وزاد من نجاح هذه المنظمه. خلينا نشوف انا وياك مقطع اخير من بعد اذنك. Hey, IKEA would like everyone to know about Place, our new augmented reality app. Built on Apple's new AR kit, you can easily place two to scale 3D models of IKEA furniture in your place. Scan, browse, select, move. هذه طريقة جديدة لتسويق الأثاث عن طريق الواقع المعزز أنك تشوف أنت إيش ال... سؤالي لك وين رايح التسويق الجديد؟ لك؟ التسويق العالمي وين رايح؟ في بحث طلعوه جمعيه التسويق الامريكيه المشتركين معاهم جلسوا مع 500 مسوق امريكي من الشركات الكبرى آه وجلسوا مع 50 مسوق صيني ايضا الشركات الكبرى في الصين سألهم هذا السؤال البسيط ماذا تتوقع للتسويق في العشر سنوات القادمه؟ ايش قالوا؟ في مجموعه من الافكار من ضمنها مثل موضوع الذكاء الاصطناعي هذا دون شك من الاشياء اللي ستكون لها دور في المستقبل كبير من ضمنها موضوع الواقع المعزز واليوم قاعد نشوف تطبيقات حتى بعضها في السعوديه انه كيف شو تتخيل مثلا هذه الساعه وان كانت مي موجوده او تخيل هذا الاثاث في صالتك او في المقلط او في المجلس عندك وغيرها من التقنيات من الاشياء اللي شفتها اليوم قاعد اشوف في السعوديه قاعد تطلع كذا في الترند موضوع الشراكات انه مثلا تجي شركه مع شركه اخرى في قطاعين مختلفه يسوون حملات تسويقيه مشتركه. ولها اثار اليوم مره جميله في السوق سواء مع بنوك او جهات اتصالات مع جهات اخرى او احيانا قطاعات جدا مختلفه او احيانا جهه خيريه مع جهه قطاع خاص او جهه حكوميه مع شركه مثل هذه الشراكات اليوم من الاشياء اللي لها حضور في في السوق السعودي كذلك موضوع الرعايات الرياضيه اظن في المستقبل القريب حيكون لها ايضا حضور لان ما زال ارقام الرعايات الرياضيه اقل من سعرها العالمي. انا بختم بتغريدة او سؤال مهم هو الاكثر تكررا علينا ودي اوريك اياه و... وتجاوب لي عليه بعد ذلك هذا المهندس ياسر نازع يقول استفدت منه كثيرا في مهاره تعلم اللغه الانجليزيه بسهوله وارجو ان يقوم بسردها مجددا للمتابعين. أكثر مقال منتشر لك مو عن التسويق أكثر مقال منتشر لك هو عن تعلم اللغة الإنجليزية أنت عندك طريقة جديدة في تعلم اللغة الإنجليزية تقول شغلنا ترى في تعلم اللغة الإنجليزية غلط عطني الطريقة الصحيحة ما معي وقت تفضل وباختصار صار كنت أكتب مقال مقارنة تسويقية لأحد الجهات والمقال مرة عجبني م. لازم ألتفه صحيفة مكة ما عاد معي إلا ربع ساعة هي. فقلت ما أبغى أحرق هذا المقال مقال تسويقي فقلت خلني أكتب مقال كذا سريع بس امشيه بعد ما اطبخ هذا المقال الاسبوع القادم، ولا ممكن اعلم اني اكتب في العشر دقائق هذه السريعه اهم مقال في حياتي اللي كان عنوانه كيف تدخل اللغه الانجليزيه بدون ابتعاث. يبدو انه لامس هم شريحه عند الناس، كنت اذكر فيها تجربتي الشخصيه ومعناتي الشخصيه مع تعلم اللغه الانجليزيه اللي امتدت الحين يمكن فوق ال عشر سنه، لكن باختصار واحده من لانه هو خلاصه اشياء كثيره وخلاصه تراكمات كثيره بس عشان تكسر في حواجز نفسيه في تعلم اللغه وغيرها كل ما حفظت مجموعه من الكلمات والجمل كل ما سهلت وعززت وسرعت من عمليه التعلم فكل ما حفظت كلمات انجليزيه وجمل انجليزيه كل ما كسرت الحاجز النفسي اللي بينك وبين هذه اللغه هذا يمكن باختصار يعني باختصار ركز على الكلمات كلمات وعلى الجمل اي وش اقرا كتب؟ انت قلت في المقال يعني هو هو المقال الواحد يقراه في مقطع اليوتيوب يمكن شرح اكثر من باب نشر العلم وان كنت انا من النوع اللي ما احب اتكلم في مجال غير تخصصي لكن دائما المقال ضرب فحبيت اذكر على الاقل تجربتي الشخصيه لكن الاهم بعد المقال تصلني الى هذا اليوم ناس كثير يقول شكرا لك كان هذا المقال منعطف هام في موضوع تعلمي للغه الانجليزيه. سؤالي الاخير اللي اختم فيه من عام 2010 الى عام 2020 آه كنت في امريكا، ما هو اهم درس تسويقي تعلمته في امريكا؟ درس تسويقي ان التعلم لهذا العلم عمليه لا تنتهي عمليه لا تنتهي شكرا لك دكتور الله يعطيك العافيه الشكر موصول لكم انتم وانقلوا عن الدكتور محمد حتحوط انه يقول ركز السلام عليكم